مازال كنشوفوا الاخوان الكونترات كيخرجوا اللي مدفوعين 25 3 وغادي يبقاو يخرجوا العام كامل، ما تقولش لا راهم حبسوا. اما الكونترا ديال شهر 12 حتى هما الاخوان راهم كيخرجوا وحده بوحده ودائما كنشاركوا معكم، ما تقولش لا راه غير تخربيق هذا، علاش غادي يبداو دابا يخرجوا الكونترات اللي دفعوا 18 شهر 3 و21 في شهر 3؟ غادي نبداو ثاني نشوفوا الاخوان الموديل لبي والبادانتي، وكذلك الناس كتسول على كونفرسيوني، حتى ممكن انه يجيك غير تخربيق حقاش ما توصلتيش بالكونترا ديالك، ولكن تسنى يكون خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم كونترات موديل سي اللي دفعوا 25 3، وبغيت نفرح شي اخوان خرجوا لهم الكونترات، وكذلك غادي نشارك معك تاريخ ديال تيراج باسبور تاشيره عمل ايطاليا. السلام عليكم، جيت نفرح واحد جوج دراري دافعين في برينديزي، غنعطيهم حتى التوقيت ديالهم، الكونترات راهم خرجوا لهم الناس ديال برينديزي. برينديزي شوفوا الاخوان، برينديزي كتخرج وكتلوح غير وحده بوحده، ممكن انها تلوح لك وحده دابا وتلوح لك وحده في العشيه، ما كاين لا روبوت لا والو، كيعالجوا كيشوفوا الوثائق ديال الباترون، عاد كيصادروا لنا لا وسطى. هاد الكونترات هادو دابا الاخوان جوجات، وبلا ما نشارك معكم ديال برينديزي اللي خرجت 4 في شهر 5، كونترات باقي كيخرجوا في العمالات كاملين، ماشي غير برينديزي. انا برينديزي عندي الروسيات وعندي الكونترا توصلت بهم قبل الدراري اللي غتوصل لهم الكونترا، وبغيت نفرحهم. وغادي يجي شي نهار ان شاء الله انت اللي كتفرج فيا غادي تسمع ان شاء الله الاسم ديالك، وغنقول لك راه خرجت لك الكونترا ان شاء الله باذن الله. المهم برينديزي ماشي غير برينديزي بوحده، ولكن بزاف ديال العمالات حتى كيشوفوا، يعني هذاك سبورتيل ولا هذاك المكتب ديال الهجره حتى كيشوف الوثائق عند الباترون وكيصدر له الوسطى. ممكن يعطيك كونترا دابا، ممكن يعطيك في عشيه، يعني ماشي كاين شي روبو اللي كيلوح كلشي. الا لاح الروبو كلشي يعني بانهم راه ما عالجوش كيف ما ينبغي الكونترات كاملين، وتمشي ثاني للقنصليه ودفع ويقول لك طاحت من السيستم، وسير ثاني جيب البيك والاوكي من عند الباترون وضيع الوقت. وكنشوفوا ضيع الوقت في المواعيد. باري الاخوان موديل سي كنتوصل بها اليوم، باري موديل سي كنتوصل بها اليوم، ستاجيونالي موديل سي اللي دفعوا 25 شهر 3 ديال 2023 مازال كيخرجوا الاخوان على الجد، وغيبقاو يخرجوا حتى تسالي الحصه، غادي يبقاو يخرجوا حتى تسالي الحصه. راه كنشوف الاخوان كيقولوا حتى ديال شهر 12 بقى هادو ديال شهر 3، اش هاد التخربيق هذا؟ المهم راه داكشي اللي كاين كنشاركوا معكم، ممكن انك انت تشوفوا تخربيق، ولكن المهم الا كنتي داخل الكوطا والحصه والطلب ديالك مقبول راه غادي توصل بالكونترا ديالك، لان بزاف ديال الاخوان مقبول الطلب ديالهم توصلوا بالكونترا ديالهم، وكاين بزاف كيسولوا على التوقيت. شوفوا الاخوان قاصح احسن من كذاب، سير ما تشوفش التوقيت، ما تبقاش تسول على التوقيت، دفعتي تسنى الكونترا ديالك حتى تخرج لك ان شاء الله. الا عندك شي زهر تسنى، راه الكونترات كيبقاو يخرجوا، كونترات تيخرجوا وغادي يبقاو يخرجوا، وقريب ان شاء الله غادي نبداو نشوفوا الموديل لبي كيف ما كتبت البارح في السطات والاخوان في المنشور، الموديل لبي والبادانتي ان شاء الله قريب غادي يبداو يخرجوا الموديل لبي والبادانتي اللي دفعوا 21 في شهر 3 و18 في شهر 3. والكونترات ديال شهر 12 الاخوان حنا كنشوفوهم مره مره، كل نهار كنشارك معكم شويه، هذه خرجت من هاد البلاصه، هذه خرجت من هاد البلاصه، هذه خرجت من هاد البلاصه. المهم الناس كتسول على التوقيت، سير تسنى، سير تسنى وصافي، تسنى التوقيت، راه ما كاينش شي ها فين واقفه، راه الوراق هما اللي كيهضروا اكثر، راه كنشوفوا التوقيت في المثال 9:03 دقائق و4 دقائق، والا ما عندوش الوراق ما كيبقاش في 9:03 دقائق و4 دقائق، كيوصلوا لخمسة وستة وسبعة وهكذا، وكيعطيو 10 ايام للباترون. راه كاين اللي عنده موديل سي دابا هادو ديال 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 شهر 3 25 3 ورسلوا الباترون، رسلوا ليه بيك سواء عند المحاسب ديالو ولا، وما شافش البيك وعطاو 10 ايام باش انه يرسل لهم اوراق كانوا ناقصين، وداز 10 ايام ولغاو ليهم الكونترات وطلعوا بالتوقيت. سير ما تشوفش التوقيت، سير الله يسهل عليك. المهم قبل ما ندخل بالزربه يعني في الموضوع ونفرح الدراري ديال برينديزي، غادي نشارك معكم تيراج ديال الباسبور. راه هما الاخوان اليوم عيطوا لواحد السيد دافع طلب تاشيره يوم 14/4، شحال داز ديال الوقت الاخوان؟ 23 يوم، 14/4 داز 23 يوم، عيطوا لهذا الاخ هذا اللي دافع في الفي اف اس جلوبال طلب تاشيره باش يتيري الباسبور ديالو ديال الكونترا نون لا وسطا تاشيره عمل. علاش نقزوك؟ وعلاش هاد التاريخ 13 يعني 23 يوم؟ علاش انت دافع شهر 12 يعني مسجل ولا دافع ولا في شهر 12 وشهر 1 و2 وما عيطوش لك؟ ما عرفتش، خاصكم تواصلوا مع الفي اف اس جلوبال، لان الفي اف اس جلوبال هي اللي عارفه الخلل فين كاين، الله اعلم شي واحد يقول لك ما كاينش اللي عارف، واخا تسولني غنقول لك ما عرفتش. حنا كنشوفها هي 23 يوم السيد دافع 14/4 وعيطوا لي اليوم في اف اس جلوبال باش يتيري الباسبور ديالو،
يكون خير. اللي تعطلوا عليه تواصل مع البي اف اس جلوبال يشوف خلل فين كاين، راهم ثاني كيعاودوا يرجعوا. يعني واش غاديين ب راكم عارفين الخبار في روسكم عشوائيه تما، ولا تحقيق، ولا فيريفيكي ديال النور لاوسا، ولكن بزاف فيريفيكي ديال النور لاوسا شهر 12 وواحد وجوج، يعني راه شويه صعيبه، شويه قاصحه الواحد يبقى يتسنى. حقاش كنشوفوا الا كان نيت فيريفيكي ديال الكونطرا وديال 14/4/23 يوم ومشى تيرا الباسبور ديالو. انا الغرض ديالي والهدف يعني اللي بغي نوصل لكم المعلومه وهو التاريخ ديال الباسبور. اما اللي عنده شي مشكل خاصو يعيط للفي اف اس جلوبال. فهمتوني الاخوان؟ كيف ما قلت لكم اخوتي، المهم ما نطولش عليكم، كيف ما قلت لكم ان شاء الله تخيل معايا حتى نقول لك انت خرجت لك الكونطرا، سير الله يسهلك توصل بالكونطرا ديالك، خذ الموعد وتيسر لك الامور ان شاء الله. هاد جوج دراري هادو ديال برينديزي، وغادي نشارك معكم حتى التوقيت اللي كان عندهم في الروسيا الاخوان ديال برينديزي، دافعين الاخوان موديل سي، دافعين ستاجيوناري 25 في شهر 3، كتخرج لهم الكونطرا غير اليوم، غير اليوم سي توصل بالاولى، دازت واحد شويه وهما يلوحوا ليه الثانيه. داكشي علاش قلت لكم راه ماشي كاين شي روبوت يعني صافي كي لا كنشوفوا الكونطرات ونعطيوك وحده بوحده. المهم برينديزي كتخرج وغادي تبقى تخرج، وغنبقاو نشوفوا الكونطرات الاخوان في طاليان كامله، غير كونوا هانين. المهم هذا الاخ هذا دافع في برينديزي، عنده التوقيت دافع موديل سي، عنده التوقيت 9:03 دقائق و34 ثانيه، سميتو امين. امين ان شاء الله هاد العشيه هادي ممكن انك توصل بالكونطرا ديالك. راه السي اللي دافعك في برينديزي شارك معايا الكونطرا ديالك، وتا هو فرحان لك، قال لك سير خذ الموعد وان شاء الله الدراري ديال برينديزي خديتو الكونطرا ديالكم، غادي تمشيو ان شاء الله باش تاخذوا الموعد، موعد عند عالمي للاستشاره والخدمات في بني ملال اللي مقابل مع الفي اف اس جلوبال. ما باغيش تمشي حتى لتما عنده غير بالتليفون، تفهم معاه يسجلك ان شاء الله وتاخذ الموعد. المهم الاخ امين دابا في برينديزي التوقيت 9:03 دقائق و34 ثانيه، عنده في الاخر ديال الروسي باش يعرف راسو، عنده في الاخر ديال الروسي 84. نمشيو عند الاخ الاخر اللي هو سميتو تا هو دافع برينديزي موديل سيل الاخوان، سميتو جمال، عنده 9:03 دقائق و26 ثانيه، وعنده في الاخر ديال الروسي 61. الاخ جمال ان شاء الله تنتا اما هاد العشيه ولا غدا ولا على حساب يعني السيد اللي دفع لك، غادي يتواصل معك ويلوح لك الكونترا ديالك، وسير خذ الموعد ان شاء الله من عند عالمي للاستشاره والخدمات، لانني كنصح به الاخوان كيخدم معقول الصراحه. هذا السيد هذا معقول، راه مقابل مع الفي اف اس جلوبال الاخوان. المهم ما كرهتش نفرحكم كاملين واحد واحد، ولكن يكون خير ان شاء الله الاخوان. الا كنتي دافع وباغي تعرف التوقيت، راه ما كاينش شي توقيت اللي واقفه فيه، انا راه ما نكذبش عليك، انا راه نشارك معك داكشي اللي كاين بحال كيف ما هاد الاخوان هادو 9:03 دقائق و26 ثانيه، 9:03 دقائق و34 ثانيه. كون الباترون سولو فيه ولا كاين وثائق ولا ما عطاهمش وثائق، ما يبقاوش واقفين في 9:03 دقائق و34 ثانيه، غادي يحيدوه هو وغادي يطلعوا 9:04 دقائق و5 دقائق و6 دقائق. وبرينديزي التوقيت غادي يطلع ماشي هذا هو التوقيت الاخوان، راه ماشي هذا هو التوقيت، راه واخا تشوفوا فيديوهات ديال التوقيت راه ماشي هذاك هو التوقيت، راه التوقيت دائما غادي يطلع. راه دابا كاين المعالجه واصدار ديال النور لاوسطا، وفي نفس الوقت يعني المطالبه بوثائق. الا ما عندكش الوثائق ولا ما رسلتيهمش لينا في 10 ايام، راه حنا كنخليوك وكنطلعوك التوقيت. راه شحال من واحد تواصلت معاه قال لك راه ما شفتش الميساج اللي رسلوا ليا، دازت 10 ايام وزادوا فاتوني، يعني طلعوا بالتوقيت. شوف الا كنتي دافع صبر، حتى ويلا ما ساهلش عليك الله ان شاء الله نعاودوا في القانون الجاي ان شاء الله، وغنبقاو حنا غير نعاودوا حتى تشد لينا ان شاء الله ونطلعوا لايطاليا.